وينضم معنا من اسطنبول العقيد الركن خالد المطلق الخبير العسكري السوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد. بداية، التصريحات من إدلب تقول بإتمام عمليات سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح، ما هي الخطوة الثانية من الاتفاق؟ السلام عليكم ورحمة الله. حياكم. عليكم السلام. الحقيقة أن اتفاق سوتشي وما سبقه اتفاقات الأستانة سمت خارطة الطريق إعادة إنتاج النظام بشكل واضح وصريح. أدى هذا كله إلى تقوقع المعارضة والفصائل الجيش الحر في منطقة محددة هي منطقة إدلب وشمال حماة وغرب وشمال مدينة حلب. تم الاتفاق في سوتشي على مصطلح يبقى غامض، هذا المصطلح وهو المنطقة العازلة. المنطقة العازلة في اتفاق سوتشي هو انسحاب الطرفين كل طرف وبالتزامن في حوالي 7.5 كيلومتر إلى حوالي 10 كيلومتر، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ إلا ما اتفق عليه من طرف المعارضة. انسحبت هذه الفصائل بسلاحها الثقيل من المنطقة إلى حوالي 10 كيلومتر، لكن النظام حتى الآن لم يتم سحب أي قطع عسكرية، وهذا هو مفصل القضية. وأعتقد أن حتى تكون هناك توازن دخلت القوات التركية كقوة مكافئة من أجل ضمان هذا الانسحاب وعدم اختراقه من قبل النظام السوري والنظام الروسي والميليشيات الإيرانية. رئيس النظام السوري بشار الأسد بالمقابل يقول إن اتفاق إدلب اتفاق مؤقت سيسيطر على إدلب عاجلا أم آجلا، ما مدى دقة كلامه، وهل ستسمح له روسيا بإنهاء الاتفاق؟ يا سيدي، لا النظام الروسي ولا المعارضة المسلحة ولا الجيش الحر ولا المعارضة السياسية لها قرار في ما سيجري في سوريا وما سيجري حاليا وما يجري حاليا في سوريا. بشار الأسد فاقد للشرعية وفاقد لكل ما هو كل قرارات التي تتعلق بالاتفاقات، هو من يملي عليها أن يوافق أو لا يوافق الطرف الروسي. الطرف الروسي مسيطر على سوريا عسكريا وأمنيا واستراتيجيا، بحيث أن روسيا هي صاحبة القرار النهائي في سوريا. لذلك كلام بشار الأسد تمنيات. أعتقد أن إن فكروا في اجتياح إدلب فستكون مركز انطلاق لإعادة الثورة المسلحة من جديد، وسيقوم الجيش الحر في اجتياح باقي المناطق التي انسحب منها في الأشهر الماضية. لن تكون إدلب سهلة لأسباب كثيرة، أسباب عسكرية وأسباب لوجستية. أهم هذه الأسباب تفوق المقاومة وقوات الجيش الحر والفصائل الموجودة في إدلب، تفوق في العدد والعتاد باستثناء سلاح الطيران يتفوق فيه الروس. والروس إن فكروا أن يدخلوا إلى إدلب سيفكروا سيستخدموا المجازر وإرهاب المدنيين لدفعهم للاستسلام، وهذا لن يحدث أبدا. هناك حوالي 3.5 إلى 4 مليون مواطن سوري هجر، هؤلاء هم من قاموا بالثورة في سوريا، هؤلاء هم من ضحوا كل شيء في سبيل كرامتهم وفي سبيل إسقاط هذا النظام المشرد القاتل. لذلك ستكون مهمتهم صعبة إن فكروا في ذلك. العقيد الركن خالد المطلق الخبير العسكري السوري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.